اذا شويه لقطت يفيض الشارع. والله معاناتنا هي المجاري يعني حقيقة من الأمطار، عندنا البوريات كلها مسددة حقيقة يعني. والله هي المعاناة مالتنا هي هاي يعني حقيقة هي هاي المعاناة مالتنا هي هاي إيه معاناة هي هاي مال المجاري من تصير الأمطار يعني حقيقة تنسد ونسد. وأنا سنة سنتين غرقت شاهد الله ورسوله مو بالثاني أزد البيوت خرقت يعني إيه والله خلف الله عليهم هسه ما يشتغلون هنا زين قالوا انسداد هم فتحون الناس زين وهاي التانكات ماتهم قاعد يشيل المي زين خلف الله عليهم. باشرت مديرية الهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحج الشعبي برفع المياه من المناطق بالتأكيد بالتنسيق مع السيد أمين العام والسادة المدراء، والحمد لله جهد مستمر من الباحة الساعة 6 مساء والحد هسه. عدد الآليات والأفراد المستخدمين؟ الآليات عندنا 25 آلية طبعا اللي مشتغلة، والآليات 100 نفر. باشرنا بالشوارع هاي مال مياه الأمطار والحمد لله والشكر، سيطرنا على الموقف والجايين نباشر والحمد لله والشكر.